اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من بوسكوره من قلنزيل عائله والبطله فاطمه الزهراء بامبارا اللي وصلت نهائي عصبه الابطال الافريقيه. معنا الام ديالها والاب ديالها اللي غادي يتكلموا لنا على تفوقها ووصولها لنهائي عصبه الابطال الافريقيه في اول مشاركه لهم في منافسه افريقيه. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك؟ نجار الخوت. انت هي الام ديال فاطمة الزهراء بابا؟ نعم. يعني كيفاش تلقيتي الفرحه ديال بنتك انها وصلت للنهائي؟ وما نقولش لك فرحه ما كتصورش صراحه، فرحه ما نقولش لك. كنت كنتمنى شحال هذا صراحه، كنتمنى الفرحه من شحال هذا صراحه، وكنتمناو ليهم التفوق وكنتمناو ليهم النجاح، وحنا راه متابعينهم متابعينهم فين ما مشاو راه حنا معاهم بدعواتنا وبكل شيء، لا حنا لا عائلتنا لا كاع جميع. قبل ما نتكلموا على وصولها للنهائي، يعني واش من ديما الحلم ديالها كان انها تلعب كرة القدم؟ ولها يا اختي الحلم تاعها قولي من 9 سنين، من 9 سنين قالت لي امي كنشري لها سبرديلات، قالت لي امي ولو تشري لي السبرديله ديال الذهب غنلعب بها، الكره عندها في الدم ما نقولش لك، وانا فخوره بها وكنتمنى لها النجاح وكنتمنى لها التفوق الا هي لا كاع جميع الدريات. فاش مشات تسجل في هذا النادي ديال سبورتينغ الدار البيضاء خليتوها نتوما شجعتوها باش انها تمشي تكون لاعبه؟ اها قبلنا وفرحنا. وكيفاش كتقدر تنقلي نتوما في بوسكوره وهي في سباته؟ المقر كاين في سباته ديال سبورتينغ دافيد. دابا علاش حيت ساعدوا داير اللي تما فين يبركو، بعد الله يجازيهم بخير داروا لي تما فين يبركو، وداروا داروا فاش كيديهم يترينو كيردوهم، وكاينه واحد اختي في سباته هي حدايا كتمشي مره مره كتطلع عليها، داكشي علاش انا مهني عليها. اما كما قلتي من جهه ترونسفور راه بعيد، لو كان ما داروش لي داكشي الله يجازيهم بخير غادي نوحلو صراحه. يعني قبل ما تسافر شنو الرساله ديالك ليها باش تمشي ان شاء الله مزيانه في المنافسه؟ اش غنقول لك، مفرشاها بالرضا ومغطيها بالرضا، هادشي اللي غنقول لك، مفرشاها بالرضا ومغطيها بالرضا، لا هي لا اللي تلاقى معاها لا الدريات لا كلشي. تبارك الله. يعني كيفاش تلقيتوا هذيك الفرحه ديال انها غتلعب غدا ان شاء الله النهائي؟ واش عندكم شي تخوف غدا من النهائي اللي غيكون هو النهائي ديال هذه المنافسه الكبيره؟ نقول لك انا في القلب ديالي ما عندي حتى خلعه، كنتمنى قلت غادي يربحوا ان شاء الله وحنا معاهم ان شاء الله. اكيد. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك؟ الاسم ديالي مجيد. الاسم ديالي مجيد بنت فاطمة الزهراء بامبارا. تنشكر قناة تيفي، تنشكر الكوتش، نشكر المدرب، نشكر الإطار كامل، نشكر الدريات كاملة اللي معاها، وأنا مهني منها ومرتاح من جيبها، ميرسي، كنتمنى لهم الرضا. مقابلة ديال غدا غتكون صعيبة، واش عندكم شي تخوف من المقابلة ديال غدا والفرحة ديالكم باش أنهم يوصلوا للنهائي اللي غيتلعب يوم غد؟ ما عندي حتى شي تخوف من غدا إن شاء الله. انتصار ان شاء الله. يعني في قلبنا فرحانين فرحانين ومتفائلين وبغيناهم يربحوا صراحه، الفرحه كبيره عندنا. انت من اب فاطمه الزهراء بامبارا شنو رسالتك ليها اللي غدا عندها مقابله كبيره واللي كتمثلش غير نفسها وعائلتها، كتمثل المغاربه كلهم؟ تتمثل المغرب كامل. نعم تتمثل المغرب كامل، تتمثل اي دوله تتمثلها. انا مرتاح من جهتي. انت كالام ديالها قبل ما تمشي هي شنو قالت لك؟ قالت لك عارفه راسها غادي دير هذه المنافسه الافريقيه لاول مره، شنو كانت قالت لك؟ انا قالت لي امي دعي معايا احنا راه غادي نمشيو تما، وكنتمناو كنتمناو، قالت لي الربح، قالت لي خاصنا نربحو ولا بس، قالت لي خاصنا نربحو ما يمكنش قالت لي نمشيو وما نربحو صراحه. شنو رسالتك ليها اللي عندها غدا ان شاء الله كتسنى الدعوات ديالك؟ اش غنقول لك،
انا كنتمنى لها التفوق وكنتمنى لها الربح وكنتمنى لها احسن حاجه في الدنيا، لا هي ولا نتوما ولا جميع المسلمين، لا هي لا الدريات اللي معاها كاملين جمعه، حتى الدريات اللي معاها كنعرفهم كامل، الله يستر لهم الامور كاملين نتوما. نعم اكيد. غدا فين غتفرجي انت في المقابله انت والعائله ديالك؟ غنتفرج في الفجر. ملي كتكوني كتفرجي في التلفازه واش كتخلعي واش كيشدك شي ستريس؟ هما غادي وانا غادا معاهم، يا هما غادي يا سربي يا مالكي هكا يا تضربي وانا ما نقولش لك وغنبغي نتسطع وكان يا انتما فر كنقول وبردوا انتما مالكي باش يبرد القلب وانتما سربي مالكي ما كيبرد القلب انت مالكي صراحه بارك الله عليهم. يعني انت فخوره بها، يعني شجعتيها ملي بغات دير هذا كره القدم قدرتي انك تشجعيها في المسار ديالها؟ شجعتها وصيفط باقا صغيره، يعني كيفاش غادي نقول لك داكشي اللي ما درتش انا داكشي كاع اللي ما درت تمنيتو كان في بنتي. بارك الله عليك. هادشي اللي قالت الام ديالها متفق معاها، هادشي اللي نعطى الله منه. تبارك الله عليها. يعني انت من الاب ديالها وهي اختارت انها تلعب كرة القدم، انتو ما قدرتوا انكم تشجعوها وتخليوها تمشي في هذا المسار اللي تبارك الله تألقات فيه وقدرت توصل للنهائي عصبة الابطال الافريقية اللي ماشي سهلة اكيد. تمنيت تكون تمنيت، هذا هو الحلم ديالها، هذا هو الحلم ديالها من صغر. نعم اكيد. شنو الرساله ديالكم لها غدا اللي غدا شنو تبغيو تقولوا لها؟ هي راه غتشوف الفيديو جمعا. شنو تبغيو تقولوا لها؟ هي راه غتشوف الفيديو، غناخذوا الكلمه ديالو وغناخذوا الكلمه ديالو. المهم الله يسهل عليهم الجميع، الله يسهل عليهم الجميع بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شنو تبغي تقولي لبنتك غدا؟ هي غتشوف اللايف، شنو تبغي تقولي لها غدا ان شاء الله؟ كنتمنى لها دائما الدرجه العاليه، لا هي لا اللي معاها، وتهزنا الرايه ديال المغرب وتفرح الملك وتفرح القجع وتفرح المؤطرين كاع اللي ضاربين تماره كاع اللي جراو معاها، بغيتهم كلشي يفرحوا ان شاء الله بحول الله. تبارك الله. انتي الاخت ديالها؟ بنت خالتها. شنو تبغي تقولي لها؟ بغيت نقول لها بغيت لكم النجاح ان شاء الله يا رب. كأس العالم ان شاء الله يا رب. شكرا. هادشي اللي عليا. بغيت بنت خالتي شكرا شكرا لا يجيب لكم التيسير. اللهم امين. شكرا لك تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. شنو تبغي تقولي للمدرب ديالها والمكتب المسير اللي كيسيروا الفريق اللي حتى هما ليهم دور كبير باش تألقوا هاد البنات واللي تعاملوا معاهم كالاخوات ديالهم والبنات ديالهم؟ الفضل كيرجع الله لهم، الفضل كامل حتى نعرفهم واحد بواحد، الفضل كيرجع الله لهم صراحة، هما اللي مشاو المسيرة معاها وتابعوها وكيشجعوها، كنتمنى لهم دائما أحسن حاجة في الدنيا. نعم صراحه. وليكم نتوما اللي شرفتونا حتى نتوما، الله يزاديكم بخير. نعم. ويكمل لكم ونوتو في خاطركم. شكرا لك. ويسهل على الجميع يا ربي، وفرحونا غدا ان شاء الله رانا كنتسناو ان شاء الله يا ربي. مين وصلت للنهائي ديال عصبه الابطال؟ واش لقيتوا اتصالات من عند العائلات ديالكم وكيهنؤكم بمناسبه كبيره؟ لا اخوه لا خويا لا خويا كاع العائله كلشي كيقول لهم مبروك مبروك على فاطمه الزهراء، لا حتى من الجيران حيت كلشي كيبغيها، والله القسم الا وحده لي دروك يلاه قالت لي راه كنتفرجوا فيها، قلت لها غدا ان شاء الله تفرجوا فيها غادي تلعب مع الخمسه، كلشي ما نقولش كلشي الناس كيبغيوها كلشي الناس كيشكروها، وعزيز على الناس كاملين صراحه الله يجازيهم بخير، لا اللي شافها لا اللي شافها اللي ما شافها كلشي كيشكرها، الرجال كيدوزوا داز ديك النهار الراجل قال لي راه بنتك لاعبه، قلت لي راه في راسي قال لي راه بنتك لاعبه، هنايا قلت لك كنجي كلشي الله يجازيهم بخير، لا من العائله لا البراني لا الدخلانيين، كلشي دايرين معنا الله يجازيهم بخير. وكنشكر اختي اللي جات حتى هي فرحات معايا اليوم. تبارك الله. اما اخوتي اخرين ما مسالين داكشي علاش.
اليوم عذر قال هذا. نعم، وايضا كيفاش تلقيتوا الرساله ديال السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي حتى هو هنأ هاد اللاعبات ديال سبورتينغ دار البيضاء بمناسبه وصولهم للنهائي عصبه الابطال الافريقي؟ هذاك الله يجزاك الله يجازيه بخير، رغم من الفضل الكبير كيرجع الله ليه، رغم كل شيء، ولسيدنا الله ينصره. بارك الله عليك. بغينا نسول الاب ديالها بعد ما خدينا الراي ديال المنسيه، كيفاش كتفاعل مع الماتشات فاش كتكون لاعبه الابنه ديالك اللي كتشرفكم نتوما والجيران والعائله وايضا كتشرف المغاربه كاملين، وانت كتفرج كيفاش كتفاعل مع؟ تنكون مرتاح مرتاح في الماتش، تنكون مرتاح وتنشكر الكوش ديالها، تنشكر المدرب، تنشكر سي القجع، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا هو اللي الله ينصرو، البادره ديال الكره الله ينصر. نعم تفضلي تبارك الله عليك. واش عندك غير هذه هي البنت اللي كتلعب كره، واش كان عندك شي واحد في العائله كيلعب الكره بغات حتى هي تكون في حاله ولا؟ هذا كان عندي ولدي الاول زياد 93 كان كيلعب في تيسيما، وكان اختاروا خربوش كان كساه ودار معاه يعني الله يجازيه، واخا ما كمل داكشي المهم الله يجازيه بخير، كان كساه ودار معاه باش يمشي يدوز تسك في بوشوجور وما كتبش وخرج ومن تما ما كتبش صافي وبرك. بارك الله عليكم، مصرحة مسخينش فيكم، الله يكبر فيك، تبارك الله عليكم، الله يكبر فيك، انتوما راه شرفتونا، شكرا لكم. شنو تبغيو تقولوا كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة كاع اللي كان السبب في النجاح ديال فاطمة الله ييسر لهم الأمور كاملين، ولكم ولجميع المسلمين والله ينصر سيدنا. شكرا.